يا ترى مين اللي هتكسب؟ تلعب بقى؟ لا هي ما بتلعبش. بس اتفرج عليها. قلبي بالراحة بس على الورق. بالراحة بالراحة بالراحة. ما تشجيني كده يا مرات اخويا وتقولي لي كده لمينا كام؟ 3,645,400 جنيه. اللهم صل على النبي. قلت لكم الفلوس هتنزل على دماغنا زي الرز، وده اولها. طيب بما ان خير ربنا كتير، انا بقى هاخد ال 200 جنيه دول اروح اشتري كرافطه. خد 400، شبرق نفسك. شكرا يا رتاش. تعال 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 تعال. انت هتاخد ايه؟ ما خلاص رتاش ادتني 400 جنيه. لا يا حمار، دي بتشتغلك. يعني كل دول 400 جنيه؟ يعني دي لوحدها 200 جنيه؟ طب تبص وشي وظهر بس على الورق، والرزم اللي في النص دي ملهاش لازمه؟ مش عايزين هبل. الفلوس دي للفرجه بس، محدش حتى يلمسها. عشان لما نوديها للسحاوي نخلص من قصته خالص. انا كل ما افتكر ان الفلوس دي رايحه للسحاوي بتنكد. ما تبقاش بومه بقى يا سيد، ما احنا هنرجع الفلوس عشان نسد ديوننا. ولا اقول لكم ما تيجي نحلق للسحاوي وناخد الفلوس دي كلها وناخدها. لا لا خدها خدها. بس كفايه، احنا كل ما بننجز حاجه بتتطربق فوق دماغنا. صحوا النوم يا حلوين. معلم ناصر، ايه الطريقة البلدي دي؟ سامحني انا اسف. خير في ايه يا معلم؟ انت اللي هتقول لي في ايه. طب نستأذن احنا بقى عشان تكملوا كلامكم. محدش هيتحرك من مكانه قبل ما اعرف عملتوها ازاي. انت عايز تاخدنا في دوكة؟ انت اللي هتقول لنا عملتها ازاي. ايه دي السكسوكة دي؟ ازاي بتخليها تطلع من هنا بس والجناب لا؟ لا ما انا هقول لك، ما دي ليها طريقة. لما انت بتكبس بالحلق كده فبقول لك يا فخر العرب، اخلص وقولوا لي عملتوها ازاي. انتوا كنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل ما اللعب يبدا. احنا؟ ايه ده؟ مستحيل. ما اللعب كان قدامك يا حاج وكله كان على عينك يا تاجر. ما هو ده اللي هيجنني وجاي عشان اعرفه. وفكروا كويس قبل ما تجاوبوا، عشان لو حورتوا هتموتوا. ماشي، انا هقول لك بس على شرط، تخلي سيد يجاوب اخر واحد. ماشي. لا بقى انا اللي هقول. ايه ده؟ تعمل ايه يالا؟ اثبت. لا اثبت انت. اثبت يالا. اثبت انت. نزل سلاح. نزل السلاح انت الاول. بقول لك نزل سلاحك. سلاح ايه بس يا معلم؟ ده عيل عبيط مخه على قده، ده بيهددك بلعبه. مش ده اللي فيه الليزر؟ لا مش ليزر، اللي هو بيجي على الوش عشان ما صدهاش. يا عم هو انت شريف اكرامي يا حمار؟ انت ايه اللي خلاك تطلع الريموت وتشيله جوه؟ هتكشف سرنا يا غبي. انا هرجع بالريموت ده دلوقتي حالا. عايزين تركبوا معايا الريموت؟ اهلا وسهلا. مش عايزين، انا هرجع لوحدي. صحوا النوم يا حلوين. ايه ده؟ انا مش فاهم اللي بيحصل خالص. انت مش فاهم اللي بيحصل خالص؟ انا مش فاهم الحلقه دي كلها.